من كافة أنحاء العالم تجتمع الأصوات لدعم الأطفال المصابين بالسرطان في يومهم العالمي يداً بيد للتغلب معهم في أهم معركة في حياتهم. اليوم العالمي لسرطان الأطفال هو اليوم الذي اختارته منظمة الصحة العالمية في محاولة للحد من أوجاع ومعاناة الأطفال من المحاربين في وجه هذا المرض ورفع نسب الشفاء بينهم حتى 60% بحلول عام 2030، ما قد ينقذ حياة مليون طفل خلال العقد القادم. لا مستحيلة، لا مستحيلة بالأمل آمن يقينا. يعتبر اليوم العالمي لسرطان الطفولة حملة تضامنية حول العالم لتعزيز الوعي بأنواع السرطان والمخاطر والعواقب ولدعمهم ولدعم عائلاتهم، حيث يصاب كل سنة نحو 400 طفل ومراهق دون سن 20 بالسرطان حول العالم. 80% يعيشون في دول نامية وفقيرة كما تشير الإحصاءات. سرطان الدم والدماغ يحتلان المرتبة الأولى في مرحلة الطفولة، ولا تزال الحملات والجهود الخيرية أحد الروافد الإنسانية التي تناصر القضاء على سرطان الأطفال، وما يزالون يقاومون المرض بأجسادهم الضعيفة. لا مستحيل بالأمل آمن يقينا. حتى يومنا الحالي لا يعرف سبب سرطان الأطفال، لكن 5% تعود للعوامل الوراثية. فلنكن معهم ومع ذويهم للقضاء على مرض سرطان الأطفال. نحن نقدر وأنا أقدر، فالإنسانية ليست ديناً وإنما رتبة، وجب عليها أن يكون البشر. من مصر، محمد عبد العال.